عباقرة قادرون باختلاف. مباراة جميلة في المجموعة الأولى، وهفكركم بالنتيجة. السندباد 110، السامبا 85. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. أول سؤال لمحمد صلاح. محمد صلاح والهدف الأول، مستعد؟ السؤال الأول، علوم، ما هو أكبر عضو داخلي في جسم الإنسان؟ الكبد. انت شاطر، برافو عليك. محمد، انت في الأكاديمية العربية بتشتغل مساعد مدرس، صح؟ لمادة ايه؟ مادة كمبيوتر. كمبيوتر، برافو عليك، برافو عليك. بتحب المذاكرة؟ يعني بتحب تقعد تقرأ؟ السؤال زي ده مش سهل يعني، بالنسبة لك سهل. الهدف الأول، برافو عليك يا محمد، معلق ما شاء الله. سيد، هدف بلا مقابل، محتاج تتعادل. السؤال الثاني، علوم، ما هو العضو المسؤول عن ضخ الدم في جسم الإنسان؟ القلب. والله انتوا الاثنين مبهرين، القلب، وما فكرتش ولا ثانية. طبعا الهدف الأول. كلنا نحيي سيد ومحمد، محمد وسيد، برافو عليك. وطبعا شكرا لمحمود الجعفري وعبد الوهاب حسن. هدف مقابل هدف، محمد كرم الله. السؤال الثالث، رياضة، في أي دولة أوروبية أقيم نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عام 2022؟ الماتش اللي كسب فيه ريال مدريد ليفربول 1-0. سان دوني باريس، يعني فرنسا. مين اللي جاب الجون؟ اللي جاب الجون فينيسيوس جونيور. الهدف الثاني، برافو عليك يا محمد، هدفين مقابل هدف. سعد صالح، محتاج تتعادل. السؤال الرابع، رياضة، هشام أرازي هو أول لاعب تنس عربي يصل لنهائي بطولة مونت كارلو للماسترز عام 2001، فما هي جنسيته؟ خسر في النهائي من البرازيلي جوستافو كويرتن. أفضل تصنيف لي 22 عالميا. سعد صالح، إجابتك؟ تونسي. تونسي، إجابة خاطئة. سيد فتحي، إجابتك إيه؟ ممكن يكون مغربي. مغربي، اسم ده من دعم مغربي. هو فعلا مغربي. هدفين مقابل هدف. أبو بكر عزت، فرصة الحفاظ على التقدم. سؤال خامس، حين المسألة الآتية، 5 × 20 − 2 × 14 يساوي كام؟ 5 × 20 − 2 × 14. 72. 72 طبعا يا ابو بكر. الهدف الثالث، برافو عليك يا ابو بكر، 3 أهداف مقابل هدف. ايه السؤال اللي جاي ليكي؟ السؤال السادس، حل المساله الاتيه، 4 × 8 + 13 × 5 يساوي كام؟ 4 × 8 + 13 × 5. آية، إجابتك؟ 97. الهدف الثاني، برافو عليك يا آية.
برافو عليك آية. هدفين مقابل ثلاث أهداف. أحمد سكر، السؤال السابع جغرافيا. في أي قارة يقع أخدود بلايد ريفر؟ ثالث أكبر وادي وأخدود في العالم. أمريكا الجنوبية. أمريكا الجنوبية، إجابة خاطئة. هو في جنوب إفريقيا، في قارة إفريقيا. السيد فتحي، فرصة التعادل إن شاء الله. السؤال الثامن جغرافيا. في أي محيط تقع جزيرة واهو؟ جزيرة واهو مساحتها 1540 كيلومتر مربع ذات أصل بركاني. ممكن المحيط الهادي. المحيط الهادي. الهدف الثالث. ثلاث أهداف. ثلاث أهداف مقابل ثلاث أهداف. مشكلة. عطية ومحمد علي، محمد علي وعطية. السؤال التاسع أدب. من هو الروائي المصري المعاصر مؤلف كتاب القتل للمبتدئين؟ 12/2022 كتاب عن كواليس الكتابة بيقدم فيها أفكاره. ثانية اتأخرت يا عطية، اتأخرت يا عطية. إجابتك إيه؟ عمر طه. مش عمر طه، الحمد لله، ولكن أنت ركزت معايا ونسيت البازل. الكتاب ده فيه سيناريو الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق. أحضرتنا بالظبط كده. عطية هارد لك، مفيش مشكلة. محمد علي، السؤال اللي جاي لو إجابتك صح 25 نقطة، لو إجابتك غلط هنلعب على الهدف الذهبي. الله إن شاء الله. سؤال العاشر أدب. أديب سوداني راحل مؤلف رواية منسي إنسان نادر على طريقته، فمن هو؟ اتنشرت 2004 عن شاب من صعيد مصر. شرطة في الشرح. بيتكلم عن شاب من صعيد مصر رحل لبريطانيا، بيمتلك مواهب كتيرة غريبة ومدهشة، وكان صديق للطيب صالح. الهدف الرابع. أربع أهداف مقابل ثلاث أهداف. النتيجة اتغيرت. السندباد 135، الصمبا 85. بداية المباراة فريق الصمبا كانوا أقوياء جدا، مركزين، بيخطفوا الأسئلة، بيجاوبوا صح. فريق السندباد بخبرته عرفوا يرجعوا تاني في المباراة. كان الفرق كبير ولكن أكن مفيش فرق. الهدف الرابع. الهدف التالي كان مهم لنا جدا ان احنا نرجع للمباراة، والحمد لله لما احرزته محمد زبيلي قدر ان هو يحرز الهدف الرابع ونعدي ضربات الجزاء. الناحية التانية فريق صمبا ابتدى يقلق وحسوا المباراة بتطير منه. فرق مش كبير وهنقدر ان احنا نكمل ونرجع. خلينا نروح نشوف عجلة الحظ هتبتسم لفريق صمبا ولا هتبتسم لفريق السندباد. مباراة حلوة وقوية، خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في المجموعة الأولى بعد فقرة عجلة الحظ. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف جمعوا 25 نقطة في فقرة ضربات الجزاء، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 50,000 جنيه، و
ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 440,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لدعم ملف القادرون باختلاف اجتماعيا وعلميا وثقافيا ومهنيا في جميع محافظات مصر. هذا البرنامج برعايه